من الصغر ديالي تري تري جون كان حب السينما بزاف و جي توجور توجور ايمي تو سكي بون ديسيني سينما تياتر اي ان جور جي لوكازيون تلاقيت مع جون كلود جون كلود كيتسمى جون كلود فان دام والاخ ديالي محمد كان معايا وديك اللقاء كانت سبب ديال واحد لاميتي انتر نو بوندون دي زاني مون فرير محمد اي جون كلود زون هاد لو ريف دالي فير دو سينما ديجا انا كنت بري ديتيرميني دون لو موند دو سينما جيم لو سينما كوم انورمومون دو ماروكان جون كلود ومحمد مشاو لزيتازوني ملي بداو بلوت سبور وكيك بوكسر عيطوا لي في فول كونتاكت في 89 اسمومون لا مشيت انا ولقيت راسي اليز سور لو بلاطو لقيت راسي ما عندي حتى شي مشكل لقيت راسي فريمون بحال لي توت ما في وانا كنمثل وهذاك هي الدور ديالي الاول جو بونس كو سي ايني اون نو هذاك الشيء عندنا حنا الداخل الا كنت tu aimes le cinéma ou tu aimes Timtil, d'ici j'ai dit ça. Donc, c'est le parcours. Je l'ai fait le plus résumé possible. Et non, c'est trop long pour expliquer toute l'histoire. Mais c'est à peu près le résumé. Bdina haka. Men bad, zdna. Zdma le grand tournoi de Quest. Men bad, Dorf, The Order, ma Charlton Heston. وكانت عندي واحد لا شونس سي تيلمون كنت اتونسيوني في السينما واخا الناس كانت تمشي تسارى ولا داكشي ملي يكملوا الدور ديالهم يخليو البلاطو انا نبقى في البلاطو باش نتعلم وتعلمت الاخراج غير هكا غير نسمع ونشوف تعلمت واحد النهار قلت خصني نخرج الفيلم ديالي وصلت لهذا الفيلم التالي اللي خرجته في 2022 يالله فوتنا في مسرح محمد السادس مولوس الاسم ديال لو فيلم لقيت راسي نقدر نخرج الفيلم حتى انا ولكن افيك دي زاني ديكسبيريونس هذا الشيء اللي عاودته لكم راه فيه تقريبا 33 سنه ديال ليكسبيريونس بليزيور بلاطو مع مراد بوسيف لي زوم دارجيل مع سعيد الناصري انا خويا ومراته مع وبرقاش الله يرحمه مع رفيق بوبكر دون عائلة محترمة بلوزيغ سيت كوم بلوزيغ فيلم اوسي كور ميتراج دونك هادوك لي زاني باسي اوسي اون طونك كوريغراف دو سينما درت لي كوريغراف دو كومبا وكنعطي الدرس لي كوريغرافي دو سينما دونك تو سا سو في اون غراند اكسبيريونس بور بوفوار رياليزي ولكن اون توت موديستي لان علاش لا رياليزاسيون سيت ان ميتي سيت ان ار Et il faut vraiment le prendre au sérieux. Parce que c'est qu'on me résume du début jusqu'à la fin. Donc voilà un petit peu le parcours d'Yali en tant qu'acteur, puis de acteur passé un peu à réalisateur et même metteur en scène. Donc j'ai tout fait. J'ai écrit scénario aussi. Et j'ai trouvé un plaisir énorme. Une satisfaction vraiment extraordinaire face au monde de l'art et du cinéma. Et c'est un monde que je respecte. Je respecte les gens qui ont fait des études. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre sur le tas, sur le plateau.